بس لما تيجي تبص على مثلا يعني محمود وحيد مرهق؟ لا. كريم فؤاد؟ لا 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 لا. حسام حسن؟ برضو نقدر نقول لا، حسام برضو ما لعبش كتير. انا بفكر مع احمد عبد القادر. لا احمد عبد القادر بيلعب، لا بيلعب بس كان بيقعد على الدكه احيانا. ما بين اصابه و انا معاك، انا عارف انت هتقول ايه. انا اقصد انه هو صحيح الاهلي كاهلي فريق منهك بدنيا على مدار مواسم، زي ما انت قلت 3 مواسم ما بيريحش، بس في لعيبه بتشارك. يعني النهارده مثلا حتى اتكلمت عنه تحديدا محمود وحيد، هو يعني فرصه، عنده فرصه. بص انت بتتكلم، انا الكلام ده كنت وانا في الحوار كنت هقوله لك. يلا بينا. اللعيبه اللي انت قلت عليها اذا كان كريم فؤاد او محمود وحيد او حسام حسن مش لعيبه اساسيه في النادي الاهلي. محمود وحيد بيلعب كل فين وفين، بيلعب كل على مدار فترات بعيده، بس ده ما يمنعش ان هو لازم ينتهز الفرصه، لان معلول في اسوأ حالاته. فانت النهارده لو مش اسوأ حالاته اللي هي مش هتطول، يعني علي معلول عاده مجهد يعني مجهد. عنده كده فتره يعني هبوط في المستوى بالظبط. علي بس برضو مش هتكمل. ايوه علي برضو مضغوط مباريات، مع برضو بيلعب مع منتخب بلده. صح. فانت جات لك فرصه ما قدرتش ان انت تستغلها. ممكن الحاجه الوحيده اللي تخلي نقول يعني فيها عذر بسيط لكن الاداء بتاعه مش جيد، ان اللعيبه اللي حواليه كلهم مش في حالتهم، فما فيش حد بيساعدهم. يعني النهارده كريم فؤاد انا شايف قدم مباراه كويسه. يعني كريم افضل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيهم. كريم كان بيحاول، وصل كتير، عمل عرضيات كتيرة، وإن كان العرضيات اللي بيعملها بيعمل عرضية وخلاص. أنا ما بحبش اللعيب اللي يوصل، عارف إنه النهاردة عمل تقريبا أرقامه، أنا مش فاكر الرقم بالظبط عدد العرضيات، هو 12 عرضية تقريبا، بس اللي أنا عارف الرقم واثق منه إنه ما كانش فيهم ولا واحدة على صحيح، صفر. لا هو عمل عرضيات طبعا، في عرضيات فيهم كان لازم يعملها، يعني اللي وصل للخط بيعملها عرضية ما بتوصلش صح. لا فيهم كور كانت مشتركة خطيرة، لكن اللي ما عجبتنيش اللي انت بتوصل بتبقى لوحدك وتروح عامل العرضيه. يعني في كوره مثلا حسام حسن قاطع على القريبه وانت سابق وشايف حسام حسن، تعملها لورا ليه؟ ما انت شايفه ولاعيب جاي بسرعته، احطها له قدامه. فالعرضيات زي ما بقول لك بيعمل عرضيات النهارده كتيره بس بدون تركيز. محمود وحيد ناثينج زي ما بيقولوا، ما فيش حاجه، ما فيش اي حاجه من ناحيته، ما حسيتش بيه النهارده، ما ظهرش، رغم ان انت بتاخد فرصه يعني ذهبية، ان علي معلول دايما اساسي ودايما بيلعب، واقع هو الفترة دي او تعبان او المدرب بيريحه او تعرف انت يا كابتن احمد فرصة. انت مدرب كبير، عارف لما تبقى مضطر تريح لاعب عندك وتنزل لاعب تاني، فتضطر اللي انت مريحه ده تنزله من كتر ما اللاعب اللي انت نزلته دوت مستواه مش كبير. لا ما ده طبعا النهاردة المفروض النهاردة علي معلول ما يلعبش اصلا. يعني الراجل النهاردة المدرب بصراحة عمل حاجة كويسة قوي، ريح كذا لعيب على قد ما يقدر عشان يلاقيهم في المباراة الجاية، منهم علي معلول، حمدي فتحي. المفروض بقى اللعيبة اللي بتلعب في مكانهم تكون يعني ايه، تستغل الفرصة. الفرص ما بتجيش في النادي الاهلي، احنا كنا بنتمشى على 10 دقايق في المباراة. انا كنت لسه جاي لك والله. انا كنت لسه جاي لك يعني. انت كنت بس افكر الناس عشان في جيل كبير ما يعرفش، ما شافكش في الملعب. انا حضرت، انت كنت بتلعب في وجود احمد فيليكس وحسام حسن، ولما كنت تاخد فرصه كنت تنزل تبقى هداف الفرقه، فرصه يعني تشمش مع الفرصه. يعني انا فكرنا عايز أقول بس لك عشان يعرفوا. يعني انا عايز اقول لك يا كريم والله العظيم ببقى قاعد على الخط عايز حتى 10 دقائق او 5 دقائق. وكنت بنزل اسجل فيهم. في فرق كتير جدا، وفي ماتشات نزلت 10 دقائق جبت جونين. صح. في فرق يعني كبيره معظم مبارياتي كنت ببقى تغييره. ببقى عايز انزل اكل النجيله، ببقى عايز انزل اقول انا لعيب كوره، ببقى عايزه يعني افرح الجمهور. لما بجيب جون بتبقى سعادتي كبيره جدا لما الاقي الجمهور كله فرحان. طبعا بحس بالكلام ده كمان بعد المباراه. فين الاصرار؟ انا مش شايفه. انت ساعتها بقى ما كنتش بتنزل تقول ايه، ما انا لو لعبت وحش هيقولوا عشان ما بلعبش، ما لعبت وحش هيقولوا اصله ما هو برضه فيليكس وحسام حسن جامدين. تقعد تدي مباريات لنفسك قبل ما تنزل. لا 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 بالعكس بقى خلاص. بالعكس انا بقضي يعني بقضي واجب. انا مش عايز اتكلم على نفسي انت. لا بالعكس، انا عايزك تتكلم عشان ده نموذج. يعني انا من يعني عايز اقول لك انا كنت لاعب احتياطي في النادي الاهلي، بس من افضل اللعيبه الاحتياطي يمكن في تاريخ الكره المصريه. صح. اللي جبت جوان كتير جدا. صح. كل مباراتي كنت انزل اجيب جون وجونين. يعني في مباريات بدايتي مع الاهلي، اول اهدافي الرسميه مع الاهلي كنت احتياطي، ونزلت في ماتش النصر الاماراتي في تونس، جبت جونين وكسبنا 3-1، كانت النتيجة 1-1.
جبت في فرق كتير، جبت في الترسانه جونين، جبت في اتحاد بليده، جبت في الهلال، جبت في كل دي تغييرات يعني، والمريخ والمنيا وفرق كبيره يعني. عايز اقول لك كنت بنزل احيانا 5 دقائق ما كنتش بلو بوزي ولا كنت بدأ. فبالك بقى لما اخد فرصه. عايز اقول لك حاجه، لما خدت فرصه في فتره غياب حسام حسن في البدايه لما اتصاب ولعبت الدور الاولاني الدوري كنت هداف الدوري. صح. فالنهارده انت لعيب بيجيلك فرصه انك تلعب والفرقه محتاجاك، وانت يعني حط رجلك عشان تثبت انت بتلعب في النادي الاهلي. انت عارف اللعب في النادي الاهلي يا كريم، انا بقولها فعلا، اللي يعني النادي الاهلي اللي يلعب في النادي الاهلي بيحس ان هو لعيب كوره، لعيب كوره كبير. بتجيلك الفرصه اللي انت بتتمناها، تلعب مباراه من البدايه. انك ما تديش وما تاديش في مباراه واثنين وثلاثه، فمعلش يعني مع احترامي ما تستحقش ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صح. ما عندكش شخصيه النادي الاهلي. صح. ودي اللي مزعلاني من بعض اللعيبه، ان في لعيبه ما عندهاش الشخصيه. اخش لك في المباراه كمان النهارده، يا ريت، فين شخصيه لعيب النادي الاهلي؟ انت تعبان. طب خلي الكوره في رجلك، استحواذ ايجابي يعني. استحواذ ايجابي. الراجل النهارده ممكن يكون لعب بطريقه ان هو لعب بثلاثه ورا، معذور انه ما عندوش اطراف قدام. طيب لما العب بثلاثه ورا، سرد باكات ورا، انا بدي مساحه للباكين الطرف اللي معايا، يبقى هم الوينجين بتوعي. يمكن انت شفت كوره كريم فؤاد كان بيهاجم وفي ال 18 وبيوصل الناحيه الثانيه، محمود وحيد ولا كوره هاجم من ناحيته، رغم ان الطريقه دي معموله لباكين الطرف. صح. عشان يعوضوا النقص اللي في نص الملعب او المهاجمين. مظبوط. فدي طبعا هو يعني نفسه اشتكى من ده، قال لك انا ما عنديش الجناحات، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبيرسي تاو والناس مصابه، فقال لك استخدمت الباكات ان هم يبقوا جناحات. تغييراته النهارده كلها تغييرات باكات وجناحات. الراجل يعني مش لاقي حلول.